طيب بعد صباح الحلو ده خلونا نشوف هنتكلم فيه النهارده، لانه موضوع كده مختلف واخد زاويه مختلفه شويه. احنا اتعودنا زمان انه في نهايه كل سنه بيتم الاعلان عن اسماء الفايزين بجائزه نوبل للعلماء. طبعا حدث جلل بيحصل فيه يعني تكريم لكل العلماء في كافه المجالات، تخصصات مختلفة، ازاي بيفيدوا البشرية بانجازاتهم وابتكاراتهم، تبقى حفلة كبيرة وجوائز طبعا يعني مفيش بعدها جوائز. النهاردة هنتكلم عن جائزة نوبل للحماقة العلمية. يعني انا ما غلطتش تصدقوني في العنوان، هو فعلا كده بالظبط. ايوه اكد. وهو يعني موجود حقيقي ومش امبارح ولا اول امبارح، ده تضع الموضوع بقى له فتره كبيره قوي يا دلال. ايوه احنا اللي مش عارفين. يعني واحنا اللي مش واخدين بالنا. اتضح انه الضحك ده والحماقه دي حاجه تقيله ومهمه يعني. يعني هم تقريبا بيحاولوا يخلقوا العلم في كل سبل الحياه عشان الناس دايما تجتهد، حتى لو في حاجه فيها بعض من التفاهه او فيها بعض من الاسفاف. الحماقه. فعملوا لها جايزه. بعض من الحماقه. عايز اقول لحضراتكم ان اول مره نتكلم فيها، وهي ممكن تكون حاجه مختلفه وغريبه ولكن موجوده ولازم كلنا نكون عارفينها ونتكلم عنها. في الوقت الحقيقة اللي بتسعى المؤسسات العلمية لتشجيع العلماء والباحثين عشان يعملوا دراسات وأبحاث علمية ومهمة جدا، عايز أقول لحضراتكم أن مؤسسة آي جي نوبل مختلفة، قررت أن يكون لها اتجاه مختلف ويكون الناس اللي فيها بتعمل أبحاث مختلفة، زي ما جاد قال لنا كده، تكون جائزة نوبل للحماقة العلمية، يعني جايزة مختلفة. واعتقد في ناس كتير هتلاقي نفسها في الجايزة دي، لان احنا اعتقد بقينا الفترة الاخيرة بنبدع ان احنا نشوف بعض من الحاجات اللي بيبقى فيها تفاهة ونعمل منها حاجات ضخمة جدا، فهم حبوا يقننوها ويخلوا لها جايزة علمية. عايز اقول لحضراتكم ان اتجاهها بيكون مختلف، بيتم منحها كل سنة لعشر ابحاث علمية غريبة ومضحكة ولكن هي عديمة الجدوى. يعني ميسي بقى عندها امل. الحماقه إن والضحك ليهم وزن في السوق دلوقتي، يعني عارفه يعني. طبعا الفكره اللي عملتها المؤسسه هدفها الرئيسي هي الكوميديا، ان هي تحاول تضحك الناس ولكن بشكل مختلف او بشكل علمي، ان هي الناس تبقى بتقرا بحث علمي يخليهم يفكروا ويكون ملفت للانتباه ومضحك في نفس الوقت. وطبعا يعني زي ما داليا قالت بتمنح لعشر متسابقين، وده اللي قالته كمان المجله الامريكيه ساينس ماج، يعني بيتقدم على المسابقه باحثين من كل دول العالم. اكيد مصر لازم تبقى حاضره برضه، احنا اصحاب الضحكه واصحاب الفرفشه، وطبعا بتبقى في مجالات علميه كتيره ومحدده في نفس الوقت. يعني هي مجال الطب هتبقى تقدر ان انت تاخده بزاويه فيها حماقه وضحك، علم النفس، الفيزياء، السلام، الاحياء، الاقتصاد والاتصالات والكيمياء والصحه العامه والهندسه. فلازم تبقى بحثك يبقى حاجه من المجالات اللي احنا يعني ذكرناها، وبالتالي بقى يعني بتاخد تقييم، يعني درجه امتياز، درجه اقل شويه حسب بقى ابداعاتك وحسب ما فكرك ياخدك. يعني